13 سنة، بلعب هنا في نادي الأهلي من وأنا عندي 10 سنين بالظبط. بدأت سكواش وأنا كان عندي 8 سنين، كنت أخويا الكبير كان بيلعب كده، بشوف هو بيلعب ويتمرن، فاللعبة عجبتني فشجعني إن أنا ألعب اللعبة، هو بابايا بقى وأهلي عامة. فبس بعد كده دخلت في اللعبة بقى، عجبتني الصراحة. أنا كنت لعبت كرة قدم، كنت لعبت سباحة، بس لا السكواش هي اللي طفت دماغي يعني. كان بابايا ده طبعا واقف في ظهري على طول، وكان عايزني دايما أبقى أحسن واحد في الدنيا، هو أخويا طبعا ومامتي. هما بقى اللي ابتدوا يشجعوني بقى على اللعبة، ووصلت الحمد لله النادي الأهلي، وكنت كمان عندي 10 سنين. يعني واللي حبيتني كمان في اللعبة كمان إن أنا كنت بشوف أبطال العالم بيلعبوا في التلفزيون، وبشوف بقى الأضواء بقى واقع عليهم وكده بقى، فكان يعني عجبتني الصراحة، فهي دي اللي حببتني في اللعبة يعني، أنا نفسي أبقى زيهم يعني. أول بطولة أخدتها كانت بطولة نادي الصيد، كان وأنا تحت 11 سنة. وبعد كده كان في بطولة تانية بعديها، كانت بطولة نادي سموحة، وفي بطولة سبورتنج، وفي بطولة الأهلي هنا، وفي بطولة منطقة القاهرة ومنطقة اسكندرية، وبطولة الجزيرة، وبطولة السيد الدقي، وبطولة وادي دجلة، وكل ده الحمد لله يعني أول الحمد لله. وكان في بقى ده وأنا 13 سنة، وانا تحت 13 سنة كان في بطولة الأهلي، وكان في بطولة وادي دجلة، وبطولة وكنت طلعت البيتش وانا تحت 13 سنة، وكان بطولة جمهورية بس تاني، وانا تحت 15 كانت بطولة برضه الأهلي، وكانت بطولة وادي دجلة، وكان في بطولتين عرب، وكان في بطولة هونج كونج، وبطولة وصف بطولة الجمهورية. وفي تحت 17 سنة كان في برضه كان في بطولتين كده، والحمد لله في بطولة بريتش اوبن طالعها ان شاء الله على يوم في شهر 12. اخدت 8 في 11 سنة، وفي 13 اخدت 4، وفي 17 في 2 اخدت فيهم تاني، وفي 15 كان 3. لا لو بطولة صعبة طبعا بيبقى في فترة اعداد، بتبقى لازم قبل البطولة على طول نبدأ نتمرن على طول بقى، فيتنس وسكواش ولياقة بدنية واعداد نفسي وطبعا لازم طبعا اخد بالي من الاصابات، يعني ان انا ما هو الاسترتشات ده والحاجات دي كان طبعا هتفادوا الاصابات، فهي ديت يعني الحاجات اللي انا بستعد قبل اي بطوله، بطوله صعبه او مش صعبه هي دي الحاجات اللي انا بستعد لها. اكتر بطوله صعبه كانت بطوله البريتش اوبن تحت 13 سنه، يعني كنت طالع لوحدي مع المنتخب، وطبعا كان كل الولاد التانيين كان معاهم اباتهم واهاليهم وكده، فانا يعني حسيت ان انت برضه في غربه وكده، ومعكش حد مثلا يدعمك، مثلا معكش زي اهلك، فدي بس البطوله الصعبه اللي عدت عليا. وفي برضه بطوله الجمهوريه، يعني بطوله الجمهوريه دي طبعا من اصعب البطولات يعني، بس الحمد لله يعني. المنافسين كان لا طبعا هم كل التوب فور مثلا، هم دول طبعا بيبقوا منافسين يعني الجامدين اللي انا على طول بلعبهم مثلا في البطولات، دول على طول طبعا بيقابلوني، وساعات بكسب وساعات بخسر. في الدراسة أنا طبعا مقصر شوية في الدراسة، بس يعني عشان دلوقتي بيبقى كل شهر يعتبر بطولة أو بطولتين، فبضطر إن أنا أقصر في الدراسة شوية وأتمرن كتير. فأنا بتمرن كتير الحمد لله يعني، في بطولات بخشها باخد فيها مراكز، بس برضه يعني حسيت برضه إن أنا مقصر في الدراسة، ده طبعا بيبقى وحش، بس أحاول أعوض إن شاء الله يعني الحاجات دي. أكتر موقف كنت في البريتش أوبن بورد بتاع 13 سنة، كنت بلعب مع واحد باكستاني، كنت خسران 2-0، كان أول ماتش خسران 2-0، أنا قلت خلاص بقى أنا هخسر بقى وأروح بقى بيتنا، لا الحمد لله يعني اعتمدت على نفسي
قلت لا انا مش جاي مش هبقى تعبان في التمرين وفي البطولات وكده واكسب بطولات وفي الاخر اجي اخسر من اول ماتش. والكابتن بتاعي طبعا برضو قال لي انت جاي تخسر اول ماتش فقلت له لا. فالحمد لله دخلت كسبت الجيمين التانيين وفي الجيم الاخير الحمد لله كسبت الماتش دوت يعني الحمد لله. ده بس كان اصعب حاجه بس قابلتني احساس كده انا اخسر من اول ماتش كده بطوله عالميه. ف بطوله سويتش اوبن حاليا بعمل لها فتره اعداد قويه جدا عشان ان شاء الله يعني البطوله دي اصلا قبليها انا كنت واجهت صعوبات كتير قوي. انا كنت رقم 8 المفروض ان البطوله ديت بياخدوا لها اول خمسه فعملوا تصفيات الحمد لله طلعت رقم 4 يعني ان شاء الله يعني نفسي اعمل فيها حاجه يعني البطوله دي يعني البطوله الوحيده اللي انا يعني بستعد لها طول السيزون ان شاء الله احاول اعمل فيها حاجه. في مثلا زي واحد اسمه احمد وائل في كريم الترك دول اللي هم واحد واثنين وفي بقى اللي هم محمد ناصر دول برده يعني ساعات بكسب وساعات بخسر فان شاء الله يعني احاول في البطوله دي يعني قدر الامكان ان انا اقدم كل اللي عندي عشان خاطر بقى ما فيش هزار بقى يعني بطوله عالم ان شاء الله احاول اعمل حاجه. لا اللي انا بقى زي عمر عاشور كده بطل عالم بقى وكده. احب اقول طبعا شكرا طبعا لاهلي لبابايا واخويا ولكل الناس اللي دعمتني يعني طول الفتره اللي فاتت ديت اللي انا وصل للحته دي ويعني ان شاء الله يعني ابقى عند حسن ظنهم ويعني واسعدهم ان شاء الله. عندي 21 سنة قبل طبعا ما ابقى مدرب في النادي الاهلي انا كنت بلعب مثلا من لحد السنة اللي فاتت اتجهت لمجال التدريب السنة دي والحمد لله اول ما جات لي فرصة تدريب في النادي هنا ما فكرتش حبيت ما بخلش على النادي اللي انا بقالي فيه من وانا صغير بلعب فيه من وانا صغير خالص فطبعا من غير ما افكر قلت اوكي. ومن حظي ان اخويا يوسف كمان معايا في الجدول بتاعي. بص هي لعبه الاسكواش انا وجهه نظري هي من اصعب الالعاب اللي انا اتفرجت عليها على مدار حياتي لان انا كمان مارستها. لعبه عايزه كل حاجه في جسمك تكون بيرفكت فيها كتمرين كمنتال تريننج كحياتك الاجتماعيه تكون كويسه تبقى داخل ملعب مبسوط تطلع احسن حاجه عندك. اهم حاجه تكون حابب اللعبه عشان تأدي فيها كويس. محتاجه فيتنس عالي قوي محتاجه عضلات معينه في جسمك تكون مهتم بيها كل حاجه بس هي لعبه جميله جدا واللي يلعبها لازم يحبها. انا عشان مدرب ف عندي خبرات كتير المدربين كانوا بيعاملوني وانا صغير. طبعا في كان الحلو وفي كان الوحش فالحلو على قد ما اقدر لازم اطبقه والوحش لازم اتجنبه. لازم اول حاجه صاحب الولد اللي انا معاه في الملعب عشان يكون حبيبني ويكون حابب التمرينه بتاعتي. دي اول حاجه واخر حاجه بالنسبه لي. تاني حاجه انت طالما بتدي بضمير واللعيب اللي قدامك ما بيبخلش عليك بحاجه فانت هتبقى عندك اكتر وتدي له اكتر فيبتدي يستفيد يبتدي يبان عليه مستواه يبتدي مستواه يتطور تبتدي يحقق في بطولات. هو الموضوع بيمشي بالترتيب مفيش حاجه بتيجي مره واحده. وانت لعيب انت كانت حياتك كلها مقتصره ان انت في تارجت في دماغك عايز تحققه وانت لعيب في بطوله عايز تخش تحقق فيها عشان تجيب مركز فلما تجيب مركز تتأهل لبطولة أكبر زي البريتش أوبن عندنا وبطولة العالم والحاجات دي بتاعت الجونيورز. فأنا طبعا كان كل أملي إن أنت تتمرن طول السيزون عشان تسافر البريتش أوبن وبطولة العالم في 19 سنة. لكن كمدرب أنت الموضوع اتعكس ما بقاش التارجت بتاعك لوحدك بقى التارجت بتاعك وبقى اللعيب اللي معاك إن هو انت شايفه في حته معينه هو مش شايف نفسه فيها انت توجهه انت تقول له انت الحته دي بتاعتك لازم تشد على نفسك اكتر لازم تقرص على نفسك اكتر
وطبعا تدي له بوش دايما لقدام، ما ينفعش تغزله، ما ينفعش تقول له انت مش كويس، انت ما يجيش منك، لا الكلام ده هيقعد يحطم فيه. فطبعا الحاجات دي انا اكتسبتها من الناس اللي كانت بتعلمها لي من وانا صغير، وطبعا اهلي بابايا ومامتي كانوا دايما بيقولوا لي كده، كان هم المدربين بتوعي. المدرب كان بيأثر معايا في حاجه بلاقيها في البيت. الموضوع اتعكس لما بقيت بمرن اخويا، انا بقيت المدرب بتاعه وبقيت صاحبه وبقيت اخوه كل حاجه، فلازم يسمع كلامي. وكمان بحاول اقرب لسنه عشان يبقى حاببني اكتر. التجهيزات طبعا لازم قبل البطولة بشهر لازم اعلى بالحمل قوي في التدريب، واذا كان مدرب اللياقة البدنية بتاعه بيعلى بالحمل معاه تمرينات تقيلة 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 لحد اما يتعب. قبل البطولة باسبوع مثلا نبتدي نقلل الحمل عشان ما يخش البطولة تعبان. يبتدي يلعب ساعة في اليوم ساعتين في اليوم، بس يدخل بطولة فريش يعرف يطلع احسن حاجة عنده. بص هو التعامل دلوقتي شوية يبقى ميري، لازم تعمل حاجة هتعملها ويبقى مقتنع ان الحاجة دي صح. نهزر، نخرج، نتمرن شوية جد شوية هزار، نبقى عارفين الجد امتى والهزار امتى. الحتة دي بتفرق مع، مش بتكلم على اخويا بالذات، الحته دي تفرق مع اي مدرب واللعيب بتاعه، ان هو يبقى بالنسبه له كل حاجه. الموضوع بالنسبه له هيفرق في دماغه، طول ما هو دماغه خلاص انا المدرب ده بالنسبه لي مكون لي كل حاجه، اي حاجه بحكيها له بيديلي خبرته بسمع منه، الكلام ده كله بيفرق مع شخصيه اللي قدامي. مش بتكلم على اخويا بس، عن اي لعيب انا بمرنه. يوسف فيه ميزه يعني ما شاء الله عليه، بتحطه تحت ضغط وبتبقى معتمد عليه بيطلع اللي عنده ما بيغزلكش. ما حصلتش مثلا السيزون ده ما افتكرهاش غير مره مثلا، لكن هو في المواقف دي لا، راجل بيسمع الكلام بيثبت ان هو قد المسؤوليه. بعنفه كتير، لازم اعنفه كتير عشان يعرف ان هو في الحته دي ما ينفعش يخسر ماتش بالساهل، ما ينفعش يقول هسيب ماتش، ما ينفعش يقول هسيب بطوله عوض اللي بعدها، الكلام ده مش صح، ما ينفعش يحصل. فطبعا انا بوجهه للحاجات دي اول باول. هو تعامله مع زمايله غشيم قوي الصراحه. لا بس هم كبروا يعني خلاص، فالتعامل التعامل مع بعض كله بيتقبل الثاني. التعامل بره الملعب صحاب واخوات وكل حاجه حلوه، لكن جوه الملعب تمرين تمرين، البطوله بطوله. ممكن يبقى لعيب معاه يكونوا خارجين امبارح وعندهم ماتش بكره في بطوله مهمه، يخش مع بعض الاثنين متنشنين، انا عايز اكسب، لا انا عايز اكسب. جوه الملعب طبيعي التنشنه دي بتحصل، بره الملعب حبايب واخوات واصحاب وكل حاجه. اقول له الاول مره، حصل الثاني اقول له ثاني مره، بعد كده نبره صوتي بتعلى اما بلاقي ان في استهتار، اما بلاقي في تهور في التمرين. فهو يعني الحمد لله ما بيحاولش يوصل للحته دي دايما، ومطيع وبيسمع الكلام يعني في الملعب. انا حابب ان هو يوصل لاحسن حته وعايزها، واحنا كلنا بنتمنى له خير طول ما هو مخلص في تمرينه وبيدي كل حاجة حقها. بيسمع كلامي، لازم يسمع كلام بابا، لازم يسمع كلام مامته، هما ليهم دور برضو في البيت، أنا ليا دور في البيت وليا دور في النادي، لازم يسمع الكلام. بالنسبة لما في مصلحة عامة ناحيته هو لازم يكون مطيع في الحتة دي. وطبعا ما حدش يكره له يعني، احنا ما نكرهلوش الخير. هو يكون عايز يبقى احسن على طول على طول، يبقى هو يبقى عايز يبقى احسن، فان شاء الله خير يعني. وهو يعني قدامه مستقبل هايل يعني.